المواقف التي حصلت لفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه اتصلت به امرأة تقول: رأيت في المنام كأني أطل من شرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنت تمشي خلفه، فبكى الشيخ رحمه الله تعالى ثم أمر من حوله أن ينصرفوا. يا شيخ لا تسمع عندي دعنا إن شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. عندي يا شيخ إحدى الأخوات رأت في المنام رأت رؤيا. خيرا رأيت. رأت نفسها على شرفة تطل على طريق، فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق، ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا فسلمنا عليه، فالأختي به سألتني في المنام قالت لي: من هذا الشيخ؟ فقلت لها: هذا الشيخ الألباني. فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى. فما تقول يا شيخ؟